بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على كل مشاهدينا الكرام، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعل الايام كلها اللي جاية خير عليكم ان شاء الله. الفيديو بتاعنا النهاردة هيتكلم عن تلاجات فريش وجودة تلاجات فريش، واهم حاجة هنتكلم عنها في الفيديو بتاعنا عن اسعار تلاجات فريش بعد الزيادة اللي موجودة في السوق، الزيادة الرهيبة اللي محدش عارف لحد دلوقتي احنا هنوصل لحد فين، ولا اخرة الزيادة اللي احنا فيها ديت هتقف لحد فين. ان شاء الله النهاردة المنتجات بتاعتنا فريش، هنقول الموديلات بتاعتها والساعة اللترية، التشكيلة بتاعت التلاجات بتاعتها، وهنقول اسعارها ان شاء الله بعد الزيادة. هقول لكم السعر بتاعها قبل الزيادة كام وبعد الزيادة كام، عشان تبقى خاطر عارف ان انت فارق السعر ما بين السعر القديم كام والسعر الجديد كام. هنبدأ اول حاجة عندنا هنا، دي اول حاجة هنقولها، ان تلاجات فريش في ناس بتروح تشتري التلاجات ديت من اي معارض بيقولوا عليها 18 قدم، لا، ال 470 ديت دي 16 قدم، اللي مكتوب عليها 14 قدم ديت بتبقى مكتوبة عشان خاطر الملف الضريبي بتاعها بس مش اكتر، او بمعنى اصح درجة الكفاءة ديت بتبقى طالعة من الضريبة، فلازم يكتب عليها 14 قدم، لكن ديت الساعة بتاعتها والحجم بتاعها بيكون 16 قدم. ولو عايزين نوفر على نفسنا احسن بكتير، نبدأ نبص للتلاجات دلوقتي بالساعة اللترية، ان حتة القدم ديت ما بقتش موجودة، او بمعنى اصح ما بقاش حد بقى بياخد بالقدم، هي دلوقتي كل التلاجات بالساعة اللترية. ال 470 ديت دي الموديل بتاعها، الساعة اللترية بتاعت الموديل ال 470 بتبقى 397 لتر. درجة الكفاءة الكهرباء بتاعتها بتكون ايه؟ استهلاك الكهرباء بتاعها بيكون 45 كيلو وات، دي ما بيكونش فيها طبعا، ده بيبقى يكون استهلاك الكهرباء بتاعها ان الموتور بتاعها ما بيكونش انفرتر، بيكون عادي، بيبقى متوفر منها الشاشة الديجيتال، وفي منها من غير شاشة ديجيتال، وفي منها بحنفية، وفي منها بدون حنفية، كلهم في الاول في الاخر هي امكانيات واحدة بالظبط. تلاجات فريش الموتور بتاعها بيكون ال جي، بيبقى مختوم على الموتور من ورا ان هو ال جي كومبروسر، الضمان بتاعها 10 سنين. الصراحة فريش هي اللي طالعة دلوقتي بعد تشيبا وتلاجات توشيبا اللي هي ناقصة في السوق، ففريش الصراحة هي اللي منتجها طالع دلوقتي في السوق. فيها طبعا جهاز النوفروست اللي هي ما بتعملش تلج، الفريون بتاعها بيكون جانبي، ده شكل الفليزر بتاعها هوت، حجم الفريزر بتاعها بيكون كويس جدا. هنا عندنا علبة الايس ميكر بتاعت التلج، في ناس بتقول ان هي مضيقة مساحة الفليزر، هي فعلا مضيقة مساحة الفليزر، بس انا اقدر اشيلها بكل سهولة واخد مساحة الفليزر ذات نفسه، ولو عايز استخدمها في اي وقت من الاوقات بقدر ان انا استخدمها تاني. طبعا كل دي فتحات النوفروست. عندنا هنا هوت، دي الاضاءة الليد بتاعتها، طبعا الفليزر ما بيكونش فيه اضاءة، التلاجة من تحت هي اللي بيكون فيها اضاءة. عندنا هنا اللي في الوش دوت، ده جهاز البلازما بتاعها، ده اللي هو منقل الروائح، ميزتها ان البلازما بتاعتها زي ما احنا شايفين كده بتكون خارجية، الجهاز دوت بعد سنة او سنة ونص بقدر ان انا اغيره، هي بتبقى عبارة عن جهاز كده صغير بيتركب في الوش اللي احنا شايفينه المكتوب عليه فريش بلازما دوت، بيتجمع من شركته ب150 جنيه او ب175 جنيه، ده لازم ان انا اغيره كل فترة. الرفوف بتاعتها بتكون كويسة، ده طبعا مكان خزان المياه بيكون 3.7 لتر، بيكون فيها رفين أرفف إزاز بايركس ضد الكسر، فيها حافظة هنا هوت، شكل الحافظة اللي هي بتاعت اللحوم والأسماك، لو أنا مثلا عايز أعمل حاجة بقدر أنزلها من الفريزر أحطها في الحافظة ديت. درج الخضار بتاعها بيكون الشكل بتاعه هوت، في ميزة كمان ان هنا بيخلي الخضار قاعد معايا لمدة 15 يوم طازة. الفتحات اللي احنا شايفينها فوق تضلعة الدرج ديت ذات نفسها، فدي بتكون حاجة كويسة بتعمل احتساب للمية او البخار اللي طالع منها. دي كده مواصفات تلاجات فريش، زي ما احنا قلنا على ديت فهي نفس المواصفات في كل الامكانيات، بس بيختلف ان الشاشة الديجيتال او الشاشة العادية، الشاشة الديجيتال هنا بقدر اتحكم في درجة حرارة الفريزر لوحديها، درجة حرارة التلاجة لوحديها، هنا في حاجة اسمها هولد، ده لو انا مسافر او حاجة اوفر في طاقة الكهرباء بتاعت التلاجة، في حاجة اسمها سوبر كول، دي بتبقى للتلاجة بتعمل عملية تبريد سريع، سوبر فريزر ده هنا بيكون للفريزر من فوق بيعمل له عملية تجميد سريع، زرار القرب بتاع الاطفال دوت لو انا نسيت الباب مفتوح او حاجة بيديني زي اجهزة انذار ان انا نسيت الباب مفتوح. كذلك نفس النظام هي دي اللي هي من غير شاشة ديجيتال، نفس الشكل ونفس كل حاجة، وفي منها اللي هي العادية اللي من غير شاشة، بس بيختلف
فيها اللي هي ما بتكونش فيها حافظة تحت الفريزر، بتكون 3 رفوف لاغيين منها الحافظة لكن نفس حجم الفريزر. في هنا برضو الشاشة الديجيتال اللون بتاعها الاستانلس، نفس الامكانيات ونفس كل حاجة. ودي ال14 قدم، ال14 قدم في منها موديلين، ده الشكل اللي هو المقبض الداخلي، وده الشكل بتاعها اللي هو المقبض الخارجي الجديد، خلاف ان في بيكون في تلاجات ازاز وفي تلاجات بلاتوز. اول ما تتوفر ان شاء الله هنعمل لكم فيديو عنها. وزيادة الاسعار اللي احنا فيها ديت، تابعوا معانا ان شاء الله على البيدج بتاع الفيسبوك، ان كل شوية في زيادة اسعار. وما تنسوش تدعموني بلايك والشير عشان خاطر ده بيفيدني كتير جدا. هنقول الاسعار بتاعتهم، ديت سعرها كانت 8200 او 8400 ساعة لما زادت، النهاردة سعرها 9500 جنيه. الشاشة الديجيتال ديت دي سعرها كان 8450، سعرها وصل النهاردة ل9150. العادية ديت سعرها كان 7650، 7800 ساعة لما زادت قوي كان 7900، النهاردة سعرها 8700 جنيه. ودي برضو نفس الشاشة الديجيتال السوداء بتعمل 9200 جنيه. ال14 قدم ديت دي كان سعرها 6600، 6500، ساعة لما زادت قوي كان 6800، النهاردة سعرها وصل 7750 جنيه. وام مقبض بتاعتها كانت ب6900 وب7000، سعرها النهاردة وصل ل7850 جنيه. دي اسعار تلاجات فريش اللي موجودة دلوقتي في السوق بزيادة الاسعار. تابعوا معايا على بيدج الفيسبوك وعلى القناة عشان خاطر كل شوية هيبقى فيه زيادة اسعار موجودة في السوق. وان شاء الله الثلاث الجاي هيكون فيه بث مباشر موجود معانا على القناة ان شاء الله، اللي حابب ان هو يبقى موجود معانا عشان خاطر يعرف زيادة الاسعار الموجودة كلها في السوق. شكرا، ارجو ان انا اكون فدتكوا، ولو في عجبك الفيديو ممكن تدعموني بلايك وشير، ان ده بيفيدني كتير وبيساعدني كتير. شكرا.